قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستفرض عقوبات على إيران لم يسبق لها مثيل في العالم. وشدد ترامب على أن واشنطن ليست ضد الاتفاق النووي في حد ذاته، لكنها تعارض الاتفاق الذي تم التوقيع عليه عام 2015. تأتي هذه التصريحات في ظل اتهامات مستمرة من قبل الكونغرس الأمريكي بتضليل الشعب الأمريكي من قبل الإدارة السابقة وارتباطها بصفقات سرية مشبوهة مع النظام الإيراني.